ابتدي النهارده او انا حابه ابتدي البرنامج بنصيحه، نصيحه للسيدات اللي بتتفرج عليا. جايز احنا هنا في مصر ما عندناش ثقافه الفحص المبكر او الفحص الدوري. يعني ايه الفحص المبكر او الفحص الدوري؟ كتير من السيدات ما بتلجاش لانها تروح للطبيب او انها تبتدي تعمل روتين او بصوره دوريه فحص الا ما بيكون عندها مشكله. يعني ايه؟ وانا المفروض اعمل فحص بصوره دوريه؟ انت فعلا المفروض تعملي فحص بصوره دوريه. اسهل حاجه وابسط حاجه المفروض نعمل لها فحص هو فحص الثدي. ليه بنتكلم في الموضوع ده كتير وليه ظهر ليه يوم للفحص او الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ لان ببساطه الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن يحمي السيده من اثار جانبيه كبيره جدا. ممكن الكشف المبكر او ان انا اقدر اكتشف ان انا عندي سرطان في الثدي يخليني اتجنب، مش هقول المضاعفات اللي ممكن تحصل او التعرض للعلاج الكيماوي او الاشعاعي او استئصال الثدي ذات نفسه. ممكن ان انا اقدر اعمل جراحه تحفظيه. طيب مين السيده المفروض بنقول عليها ايه؟ بنسلط عليها الضوء ونقول لها خدي بالك انت بالذات عرضه لسرطان الثدي. اهم حاجه واهم حاجه واهم حاجه واول حاجه بنقول عليها التاريخ الوراثي. التاريخ الوراثي لسرطان الثدي بنسميه ان هو دايما او احنا اكتشفناه عن طريق وجود نوعين من الجينات، هما بنسميهم مش هدخل في اسماء علميه اللي هي براكا 1 و 2 1 و 2 بيكون مرتبط بوجود سرطان الثدي بنسبه 70 و 60% للاول والثاني. ولقوا ان النوع الثاني بيكون مرتبط اكتر بسرطان الثدي من سرطان المبيض. سرطان الثدي والمبيض بينهم علاقه؟ للاسف بينهم علاقه. هل التاريخ الوراثي او التاريخ المرضي بيكون لسرطان الثدي بس؟ قال لك لا. في بعض السرطانات او الاورام اللي لو موجوده في العيله في الاقارب بالدرجه الاولى او الثانيه بتشير لوجود سرطان الثدي، زي امراض القولون او اورام القولون والبنكرياس بينهم ارتباط وثيق مع سرطان الثدي، وكذلك سرطان المعده. يعني انا لو عندي في العيله اي تاريخ مرضي لسرطانات مرتبطه بالغدد اللي بتفرز اي حاجه او اي هرمونات، لا انا لازم اخد بالي. طيب حضرتك دلوقتي انا عرفت ان احنا عندنا في العيله تاريخ مرضي سرطان الثدي، حضرتك مطلوب منك ايه؟ رقم واحد من فضلك بلاش استخدام الهرمونات كوسيله لمنع الحمل. خلاص احنا اتفقنا على ان الهرمونات بالنسبه لك هتبقى ممنوعه. هنستخدم الوسائل التقليديه او بنسميها الميكانيكيه لمنع الحمل. وسائل الميكانيكيه دي سواء عن طريق استخدام اللوب او الجهاز الرحمي او بالنسبه للزوجه عن طريق استخدام الوقي الذكري. لو اتكلمنا على سرطان الثدي كتشخيص او كفحص، افضل وقت ان انا اقدر افحص به الثدي هو بعد انتهاء الدوره الشهريه. دايما بنقول للسيده واحنا بناخد الشاور بتاعك من فضلك ابتدي اعملي الفحص. فحص الثدي بيتقسم لكذا مرحلة. رقم واحد ببساطة حضرتك هتقفي قدام المراية هتلاحظي شكل الثديين، شكلهم زي بعض، مفيش تغير في وضع الحلمة، مفيش أي نتوء أو بروز أو أي شيء شادد الجلد لجوه، تغيير في لون الجلد، وجود احمرار، هعرف إن أنا عندي فيه مشكلة. حجم الثدي اليمين زي حجم الثدي الشمال. خلصنا الموضوع ده ببساطة، أنا بعمله وأنا حاطة راسي إيدي فوق راسي بسهولة. بعد كده حضرتك بتبتدي بباطن الإيد بنقسم الثدي لأربع مناطق، فوق منطقتين أبر ميديال ولاترال داخلية وخارجية، وكذلك المنطقة اللي تحت يمين وشمال، وفي نفس الوقت منطقة الحلمة وكذلك تحت الإبط. منطقة تحت الإبط دي منطقة مهمة جدا، مطلوب من حضرتك تحطي صباعينك وتدوسي تشوفي هل موجود أي نوع من أنواع الغدد الليمفاوية أو الكلكوعة ولا لا. طب بنات كتير بتقول لي بعد إزالة الشعر ممكن تظهر بعض من الغدد الليمفاوية،
دي حاجه ودي حاجه عشان نطمن، او ببساطه الغدد الليمفاويه الملتهبه اللي بتتكون بعد ازاله الشعر بيكون لونها احمر، بتوجع وبتبقى باينه وبتظهر في يوم وليله. يعني حضرتك بعد ما بتعملي ازاله الشعر بعد يوم او اتنين بتبتدي تشوفيها. ده غير مرتبط بالغدد الليمفاويه اللي انا بتكلم عنها. طيب انا دلوقتي اكتشفت ان انا عندي زي ما بنقول باللغه العاميه كالكوع، مطلوب منك ايه؟ لو انت سنك تحت سن ال 35 بنعمل اشعه للثدي، لو فوق ال 35 بنبتدي نعمل الماموجرام او فحص الثدي. الماموجرام بعد سن ال 40 في سنتين انترفال، او بنقول ايه بمده زمنيه كل سنتين، المفروض ان هو بيتعمل كنوع من انواع الفحص الروتيني. الفحص السريري للسرطان الثدي او للثدي المفروض بيتم عن طريق دكتور الامراض النساء والتوليد او دكتور الجراحه العامه اللي موجود للعيله. بعمله كل يعني نقول بمتوسط كل سنه لو انا عندي عامل خطر، سواء من ناحيه الوراثه او من ناحيه التاريخ المرضي بتاعي. وكذلك لو انا الدنيا عندي انا شاكه في اي حاجه، لا انا ما تتردديش اتوجهي للدكتور. كل ده عمالين نتكلم عليه، كل ده بنضغط عليه، كل ده عمالين نقول ونعيد 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 ونقول ونتكلم ليه؟ نسبة الشفاء من سرطان الثدي في المراحل الأولى بتكون حوالي 100%. يعني ببساطة أكن جالي دور برد وراح. المتابعة والكشف الدوري عن سرطان الثدي بيحميني، ومش بيحميني أنا بس، أنا ما بكون بصحة جيدة بيقدر يحمي عيلتي. للأسف سرطان الثدي مالوش حد ادنى للسن ولا حد اقصى. سرطان الثدي ممكن يجي في السن الصغير تحت سن ال 30، وممكن يجي في السن الكبير فوق سن ال 60. سرطان الثدي من الحاجات المخيفه، ولكن بالرغم من كده اقدر اتعامل معاها بمنتهى السهوله. في بعض العادات اللي قالوا عليها انها لو مش موجوده او ان انا لو بلتزم بيها عادات صحيه أكيد أنا مش هبقى عرضة لسرطان الثدي أو هتقلل الإستروجين الموجود داخل الجسم. أولها رقم واحد المحافظة على وزن صحي، هنحافظ على وزننا. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة أكيد هتحميني من كده. الجراحات التجميلية للثدي واستخدام السيليكون ده من ضمن الحاجات اللي عليها علامات استفهام كتير، واللي دايما بنقول بلاش نلجأ لها، او احنا نقول ايه عليها ان هي حاجه تبقى خيار مطروح ليه كنوع من انواع التجميل، وخاصه لو انت حضرتك عندك تاريخ مرضي. لو انت بتعاني من ترهل الثدي ظهرت بعض الجراحات التجميليه البسيطه زي شد الجلد، بيبتدي يترفع من فوق مع جراح التجميل عن طريق فتحه بسيطه جدا بتحافظ على شكل الثدي وبتدي شكل جمالي. من فضلك صحتك أمانة، أمانة عشان نفسك، أمانة عشان عيلتك، أمانة عشان ولادك، لازم تحافظي عليها. كشف دوري للثدي مع شاور أو مع أثناء الاستحمام من كل بيريود مش هيفرق معاكي كتير، مش هياخد وقت أكتر من دقيقة أو اتنين، بيتم ببساطة. أتمنى أن أنا أكون وضحت وشرحت بصورة سهلة وبسيطة الرسالة اللي أنا عايزة أقولها، وأتمنى لكم كلكم حياة طويلة سعيدة ما فيهاش أي سرطان ثدي.